بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور أينما كنتم. ردود أفعال عديدة بعد تداول خبر مفاده انتقال لاعب الترجي السابق محمد علي بن رمضان إلى فريق الأهلي المصري، حاملة من صفحات الترجي غير مفهومة بصراحة، ولكن بالبحث عن المعلومة الصحيحة أكدت مصادر إعلامية أن الأهلي المصري تقدم بالفعل بعرض رسمي لفريقه المجري بقيمة 2.1 مليون أورو من أجل ضم اللاعب. الرسمي والمؤكد، اللاعب لم يتفق إلى حد الآن مع الأهلي عكس ما أكدته وسائل إعلام مصرية. أحد المصادر المقربة من اللاعب أكدت أنه بن رمضان يريد المواصلة في أوروبا رغم الضغط الكبير من الأهلي المصري، واللي كان اتصل بوالد اللاعب وأخبره أن ابنه سيكون ضمن مشروع الفريق المصري الذي يجهز فريق جيد للمشاركة في مسابقات الموسم القادم على رأس كأس العالم للأندية. رغبة اللاعب ستحسم وجهته المقبلة في الأيام القادمة، والتي ستكون بنسبة كبيرة مواصلة مع الفريق المجري. فرينك فاروش كان رفض عرض من نادي تولوز الفرنسي لضعف قيمته المالية. إذا متابعينا الكرام، مسلسل محمد علي بن رمضان منذ بداية الميركاتو تقريبا واحنا نحكيه على بن رمضان، اللاعب هذا اللي تحدثنا عليه عديد المرات وقلنا انه قريب من الترجي الرياضي التونسي، ولكن الطلبات الماليه للفريق المجري هي اللي ما خلتش بن رمضان يرجع للترجي. تقريبا 3 مليون اورو هو المبلغ المحدد من اداره الفريق المجري من اجل التفريط في اللاعب. اداره الترجي اقترحت على بن رمضان انه يرجع للترجي على سبيل الاعاره مع عدم احقيه الشراء، ولكن فرينك فاروش رفض فكرة الترجي الرياضي التونسي ورفض عرض الترجي، الشيء اللي خلى المفاوضات تقريبا تقف منذ مدة، واللاعب ما لقاش حتى حل مع فريقه المجري بسبب كما حكيت لكم المطالب المالية. ومنذ يومين تقريبا فم حديث وضغط كبير من وسائل إعلام مصرية، صفحات مصرية ويعني مواقع معروفة تحكي فيها على أنه بن رمضان اتفق مع إدارة الأهلي المصري على كل البنود متاع العقد. ما زالت بعض الإشكاليات البسيطة مع الفريق المجري، ومن ثم باش يتم الإعلان على خبر انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي المصري. ولكن كما حكيت لكم وكما أكدت لكم خاصة أنه اللاعب ما عندوش رغبة أنه يمشي للأهلي المصري، كان جات عنده الرغبة راهو من عنده عامين تقريبا، والفريق المصري تبع في بن رمضان من اللي كان مع الترجي الرياضي التونسي وتقدم في أكثر من مناسبة بعرض للاعب، ولكنه كان رافض رفضا قطعيا. المشكل وين؟ أنه الفريق المجري قاعد منفتح على عرض الأهلي المصري اللي رفع في قيمة العرض في عديد المناسبات، تقريبا وصل ل 2.1 ولا 2.2 مليون أورو حاليا من أجل يعني انتداب بن رمضان، وفما مفاهمة على تقسيم المبلغ هذا يعني على عدة أقساط. دونك كل شيء يبقى وارد وكل شيء يبقى ممكن في هذه الصفقة، ولكن كما حكيت أنا وحسب المصادر اللي عندي أنه بن رمضان رافض حاليا فكرة القدوم أو الانتقال للأهلي المصري، وكذلك يريد أن يواصل في أوروبا أما مع فريقه أو يشوف فرق أخرى، خاصة أنه عنده عروض متعددة من الدوري الفرنسي. أنا اللي حبيت نحكي فيه اليوم هو ردود أفعال بصراحة غير مفهومة من جماهير الترجي الرياضي التونسي، وخاصة من صفحات الترجي الرياضي التونسي. أغلب الصفحات مش ما نقولش كلهم يحكيوا على أنه بن رمضان، على خيانة بن رمضان للترجي الرياضي التونسي، يحكيوا على بن رمضان ما يلزموش يمشي للأهلي المصري، بن رمضان باش يعمل غلطة عمره كما يقولوا إذا مش انتقل للأهلي المصري. ما فهمتش علاش الشيء هذا، ما فهمتش علاش الضغط الكبير اللي صاير معناه على اللاعب، لاعب محترف، لاعب صحيح ابن الترجي الرياضي التونسي، قضى مواسم عديدة مع الترجي الرياضي التونسي وتدرج في كل الأصناف الشابة تقريبا، ويعني وهذيك سنة الحياة وهذيك كرة القدم. اللاعب احترف في المجر، مازال سو كونترا مع فريقه، مازال يربط عقد مع فريقه، مصيره مش بيده، الفريق نتاعه هو اللي نجم يقرر أين ستكون وجهة بن رمضان القادمة، رغم كما حكيت لكم ونأكد لكم رفض بن رمضان أنه ينتقل للأهلي المصري، ولكن ربما يصير ضغط على اللاعب وضغط على الوكيل نتاعو من أجل الموافقة على العرض نتاع الأهلي المصري. كما قلت جمهور الترجي الرياضي التونسي ما عندوش الحق أنه باش يلوم بن رمضان، ما عندوش الحق أنه مثلا يسب بن رمضان على خاطر باش ينتقل للأهلي المصري. كما قلنا هذاك الاحتراف وهذيك كرة القدم، والترجي الرياضي التونسي ديما نقولها ونعاودها ما تقف على حتى اسم منذ تأسيس الترجي الرياضي التونسي،
آلاف اللاعبين اللي تداولوا عليها تقريبا. اللاعبين هذم ينجموا يتنساوا، نجم التاريخ ما يذكرهمش، النجم يعني ما يبقاوش في الذهن جماهير الترجي التونسي، ولكن الترجي تبقى واقفة والترجي تبقى مواصلة مسيرتها. ما نشبش نقفوا على حتى اسم كما قلت، ونعاود أي إنسان يحب يشوف مستقبله واحد من الناس نتمنى له كان التوفيق، وبحول الله زادة مش نواصلوا العمل، باش نواصلوا البحث على التتويجات، باش نواصلوا كذلك البحث على مشاركة إن شاء الله مشرفة في كأس العالم للأندية. هذيك أهم حاجة بالنسبة لي أنا، وبالنسبة للمكشخين الصحاح، وبالنسبة للناس اللي تفهم الكرة، ولكن إننا نحلوا يعني ديبا كبيرة ونحلوا موضوع ما عنده حتى معنى. مصباح تقريبا والناس الكل تحكي كان على بالرمضان، بالرمضان مش يمشي الاهلي، بالرمضان ما يلزموش يمشي، وناس تهدد وناس رد بالك وناس كذا، كله حكايات فارغه وكله كلام فارغ ما عنده حتى معنى بصراحه كما قلت، لانه هذاك هو الاحتراف، هذيك كره القدم. ولكن حسب الاخبار كما قلت ونعودها مره اخرى، اللي عندي تقريبا بالرمضان رافض فكره الانتقال الى الاهلي المصري، ولكن يبقى كل شيء وارد. الفريق المجري الهم الوحيد هو الفلوس، يعني ما نعرفوش شنو باش يصير في الايامات القليله القادمه. الى حد الان ما فماش حتى اتفاق رسمي، وما فماش حتى تفاهم بين اداره الاهلي واداره الفريق المجري. ربما الايام القادمه تصير تطورات جديده، نتابعوا الموضوع ان شاء الله. باش نرجعوا اليوم لفقره التفاعل مع المتابعين، وسلطوا الضوء على بعض التعليقات. خونا شاكر بن سالم: الاهلي المصري قوه اداره وقوه فلوس، وعندهم استراتيجيه نتاع عمل من اجل السيطره الافريقيه. صراحة فريق عملاق، فريق كبير بالإمكانيات المادية وكذلك الإمكانيات البشرية وحسن التخطيط. نفس الشيء للترجي الرياضي التونسي بطبيعة الحال، ما نقارنه في رواحنا بهم، ولكن فريق منظم، فريق يخمم لبعيد، فريق عنده استراتيجيات واضحة، وخاصة عنده موارد مالية قارة هي المخلي الفريق يعني ينجم يخطط وينجم يقوم بالتطوير الفريق، وخاصة يقوم بانتدابات ممتازة. هذاك علاش الأهلي المصري ديما فريق ناجح ومتألق. خويا هادي عبد الجليل الزدام لاعب ممتاز وينجم يقدم الإضافة في الترجي إذا اقتنعت به إدارة الترجي رغم اقتناع الإطار الفني. ما زلنا ما نعرفوش مصير الزدام مع الترجي الرياضي التونسي، لأنه باش يواصل ولا باش يغادر. تونسي وأفتخر هذا المطلوب، لازم برشا كبس من الإدارة ونحيو السياسة الغالطة اللي حك راسه ويحب يخرج مجانا كما جبناها بالفلوس، يلزمهم يخرجوا بالفلوس. وهذا الكلام اللي نقول فيه ونعاود ديما، يزينا من السياسة هذه اللي ما لقاوش مع حل يفسخ ويخرج. يا خويا احنا صرفنا عليه وجبناه وصححنا له بفلوس، لازم يعوض على الأقل القليل من الكثير اللي خذاه من الترجي الرياضي التونسي. مبروك محسن، تنجم تحترم رأيي كما أنا نحترم رأيك، عندي فكرة لازمك تحترمه، وانا كيف كيف نحترم كلامك ونخلي التعليق نتاعك، وهاني طلعت التعليق نتاعك وان شاء الله يوصلك الميساج. حاتم بريني هيثم ضو نقطة استفهام، بصراحة اللاعب هذا كنت استبشرت به للإمكانيات الجيدة والانطلاقة الجيدة مع الفريق في بداية التحضيرات، ولكن تفاجأنا بخبر استبعاد هيثم ضو من التربص نتاع الفريق اللي في تبرقة، وربما مش يتم استبعاده من القائمة النهائية اللي مش يحددها ميغيل كاردوزو واللي باش يشارك بها إن شاء الله في الموسم الرياضي الجديد. إذا المتابعين الكرام، هذا شعدنا في فيديو اليوم، ونوصيكم ديما على دعم القناة خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد.